نحن نعلم بأن الاسم ينقسم إلى قسمين من حيث التعريف والتنكير، هما الاسم النكرة وهو ما دل على شيء عام، والاسم المعرفة وهو ما دل على شيء معين. وعرفنا أيضا أن أنواع المعارف ما هي: المعرف بأل، واسم الإشارة، والاسم الموصول، واسم العلم، والضمائر، وأخيرا المعرف بالإضافة، وهو ما سنتحدث عنه اليوم. سنتحدث فيه عن الإضافة. ما الإضافة؟ وما أقسامها أو أركانها؟ لنرى عزيزي الطالب الأمثلة الآتية: درس الطالب كتابا. درس فعل، إذن الجملة فعلية، ابتدأت بفعل. درس فعل الماضي مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن لو قلنا درس الطالب كتابة، الجملة لم يكتمل معناها. إذا نحن بحاجة إلى اسم معرف ليوضح لنا ما هو الكتاب الذي قرأه الطالب. لاحظ معي، لو أضفنا درس الطالب كتاب التاريخ. درس الطالب كتاب التاريخ. إذن كلمة التاريخ، كلمة التاريخ اسم معرفة أضيفت لمن؟ لاسم نكرة وهو كتاب. إذن كتاب نكرة. كتاب اسم نكرة. في الجملة هنا أصبح معرفة. ما السبب في أنه أصبح معرفة؟ أنه أضيف إلى اسم معرف فاكتسب التعريف من كلمة التاريخ. إذن هذه هي الإضافة. كيف نعرف الاسم المضاف؟ درس الطالب كتابة، قلنا بأنها مفعول به منصوب. عندما أضيفت لكلمة التاريخ، لاحظ معي كيف يصبح إعراب الجملة. درس فعل ماض مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كتابة مفعول به منصوب، مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولا تنسى أن تضيف وهو مضاف. أما التاريخ، أما التاريخ فيعرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. إذا نستنتج أن تركيب الإضافة يقسم إلى قسمين: المضاف والمضاف إليه. يعرب المضاف حسب موقعه من الجملة ونضيف له جملة وهو مضاف. أما المضاف إليه فيعرب دائما مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أما الآن عزيز الطالب تتبع معي المثال الثاني. في قولنا شجرة مباركة، نرى أن الجملة اسمية ابتدأت باسم. وعندما تبدأ الجملة باسم ماذا نطلق عليه؟ هذا الاسم مبتدأ. ماذا أخبرتني عن الشجرة؟ أنها مباركة. إذن مباركة خبر، المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. لكن لو قلنا شجرة مباركة، ما هي الشجرة المقصودة أو ماذا تقصدين؟ إذن شجرة اسم نكرة. شجرة اسم نكرة.
لأنني لم أحدد ما هي الشجرة المقصودة. فماذا لو أضفنا لكلمة شجرة الزيتون لتصبح كالتالي: شجرة الزيتون مباركة. إذن قلنا شجرة اسم نادرة، لكنها من هنا أصبحت اسم معرفة. من أين اكتسبت التعريف؟ عندما أضيفت إلى الاسم المعرفة. الزيتون اسم معرفة معرف بأن، إذن أصبحت كلمة الشجرة معرفة لملازمتها لكلمة الزيتون المعرفة. وكما نعلم أن المضاف يعرب حسب موقعه من الجملة، لنعرب معا شجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولا ننسى أن نقول وهو مضاف. الزيتون دائما وأبدا بعد المضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. نستنتج أن الإضافة ضم اسم إلى اسم آخر ليكتمل المعنى. الاسم الأول يسمى مضافا والاسم الثاني يسمى مضافا إليه. المضاف تتغير حركة آخره حسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فهو مجرور دائما. والآن لننتقل إلى التدريبات لدرس الإضافة للصف الخامس صفحة رقم 54. السؤال الأول: املأ الفراغ في الجمل الآتية بالمضاف المناسب مما بين القوسين: سفينة، جيش، بوابة، حرارة، عصر. ألف: جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة. باء: الجمل سفينة الصحراء. جيم: الماء عصب الحياة. دال: ترتفع حرارة الشمس في فصل الصيف. السؤال الثاني: صل المضاف في العمود ألف بما يناسبه من المضاف إليه في العمود باء، ثم استخدم كل منهما في جملة مفيدة. ألف: بيارات، حقول، خرير، صهيل، عواء، نقيق. باء: القمح، البرتقال، الحصان، الماء، الذئب، الضفدع. نجد أن كلمة بيارات مع كلمة البرتقال تصبح بيارات البرتقال، ومثال عليها: تكثر بيارات البرتقال في مدينة حي يافا. كروم العنب، تكثر كروم العنب في مدينة الخليل. حقول القمح، تزرع حقول القمح في المناطق الخصبة. نباح الكلب، نباح الكلب يحذر صاحبه من الغرباء. خرير الماء، خرير الماء هادئ. صهيل الحصان، صهيل الحصان مرتفع. عواء الذئب، عواء الذئب مخيف. نقيق الضفدع،
الضفدعي. نقيق الضفدع مزعج. والآن طلابي الأعزاء سننتقل إلى درس الكتابة صفحة رقم 56 لطلاب الصف الخامس. تتحدث الكتابة كما أخذنا سابقا عن الهمزة، ونعلم أن الهمزة تقسم من حيث موقعها إلى ثلاثة أقسام: همزة الابتداء، وهمزة متوسطة، وهمزة متطرفة. همزة الابتداء هي الهمزة التي تقع في بداية الكلمة، وتقسم همزة الابتداء إلى قسمين: همزة قطع وهمزة وصل. همزة القطع وهي الهمزة التي تنطق دائما ويرسم عليها الهمزة، أما همزة الوصل وهي الهمزة التي تنطق في أول الكلام ولا تنطق في وسطه. وحتى نفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل، نقوم بوضع الواو أو الفاء قبل الكلمة، فإذا نفذت الهمزة فإنها همزة قطع، مثل وأحمد فأحمد، فإذا هي همزة قطع. أما إذا لم تلفظ همزة الهمزة فهي همزة وصل. مثال واختراع فاختراع لم تلفظ، إذن هي همزة وصل. ننتقل الآن إلى التدريبات. السؤال الأول: ميز همزة الوصل من القطع في الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. ألف: قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كلمة الإحسان هنا همزة قطع. ب: أمامة بنت أبي العاص حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمامة همزة قطع. أبي همزة قطع. العاص همزة وصل. جيم: العقبة ثغر الأردن الباسم. العقبة وصل، الأردن قطع. دال: زارت إيمان صديقتها أحلام. أحلام قطع، إيمان قطع. هاء: استيقظ أكرم مبكرا. استيقظ وصل، أكرم قطع. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني: املأ الفراغ بالهمزة المناسبة فيما يأتي. ألف: أكمل حل المسألة يا عماد. إذا هنا همزة قطع. ب: في الحقل شجرتان اثنتان. همزة وصل. جيم: أحب وطني. همزة قطع. دال: سألت الولد عن اسمه. همزة وصل.